صباح عليكم مره تانية، وخلينا برضه نصبح على زميلتنا لمياء حمدين ونروح نتعرف منها على ايه هي اخر اخبار المرور والطقس في العاصمه القاهره وفي باقي المحافظات. صباح الخير يا لمياء. صباح الخير عليك يا مصطفى، وصباح الخير عليك يا جمانة، وكل سنه وانتم طيبين، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. مشاهدينا، خلونا نستعرض مع حضراتكم جوله مروريه ونبص على شوارع القاهره والمحافظات دلوقتي بعد ما الناس بدات تنزل. هنبدا من الكورنيش، وهنلاقي فيه كثافات مروريه متقطعه من المظلات باتجاه منطقه وسط البلد. اما الكورنيش المتجه للمؤسسه في سيوله مروريه. كوبري اكتوبر المتجه للعباسيه هنلاقي هناك كثافات مروريه متقطعه لحد غمرة. أما اللي مكمل في اتجاه العباسية هنلاقي كثافات بسيطة بتزيد مع ساعات الذروة الصباحية. في كمان كثافات تانية في الاتجاه العكسي التاني لكوبري أكتوبر بسبب زيادة أحمال السيارات. نفس الموضوع في المتجه من ميدان التحرير ومتجه لمدينة نصر ومحور النصر وصولا للمنصة، وظهرت كثافات متحركة في شارع عباس العقاد والطيران وميدان ربع وصولا للدائري. لو تابعنا شارع صلاح سالم هنلاقي هناك برضو كثافات مرورية بالتزامن مع نزول الموظفين، وهنفضل ماشيين لحد نفق الملك الصالح اللي بيشهد كثافات مرورية نسبية في الوقت الحالي. هنفضل مكملين لحد كوبري الروضة، وهناك برضو في بعض الكثافات. أما نفق الأزهر في انتظام للحركة وسط سيولة مرورية في الاتجاهين. دلوقتي هنروح محافظة الجيزة، وزي ما احنا شايفين شارع الهرم فيه كثافات مرورية بسبب غلق الشارع في الاتجاهين. كمان بتظهر كثافات تانية في شارع السودان ومكملة لحد جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بولاء ومبابة. أما المحور صفت فيه كثافات مرورية بتزيد في اتجاه إلى جامعة القاهرة. لو رحنا كمان شارع فيصل بيشهد كثافات مرورية في الوقت الحالي بدءا من محطة المريوطية ومكملة لحد الطلبية. محور 26 يوليو في سيولة مرورية من أكتوبر بعد افتتاح التوسعات بشكل نهائي. أما الاتجاه الثاني هناخد بالنا أن في تحويلة مرورية لمحور المهندس شريف إسماعيل لعودة مرة تانية للمحور. أما القادم من أكتوبر في اتجاه الدائري ومازال الطريق هناك مغلق، والاتجاه إجباري ناحية نفق حازم حسن ومنه لمحور 26 يوليو أو محور رود الفرج. دلوقتي هنروح للقليوبية، والقادم من الزراعي بتظهر كثافات مرورية في طريق اسكندرية الزراعي قبل الطريق الدائري، لكن أصبحت أقل من المعتاد، وبيشهد كمان الاتجاه الآخر كثافات متقطعة وسط متابعة بصفة دورية لحركة سير السيارات لسحب أي كثافات مرورية ممكن تظهر على الطريق لمنع ظهور أي زحام مروري للمركبات. أما كمان انتظمت حركة سير السيارات في طريق الزراعي أمام القادم من مدينة بنها وفي طريقه لميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، إلا أن مطلع كوبري أها بيشهد بعض الكثافات المرورية المتحركة، وده بسبب أعمال الصيانة اللي بيشهدها الكوبري. كمان انتظمت حركة السير بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات ومكملة لحد ميدان عبد المنعم رياض وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية. أما القادم من طريق شبرا بنها ومتجه لمدينة نصر ومحور ومصر الجديدة يسلك محور العصار هيختصر ليه طريق طويل. أما طريق الدائري بشكل عام كويس ما عدا بعض المناطق اللي فيها أعمال بيكون فيها كثافات بسيطة. هنكمل جولتنا المرورية ونروح لحد بورسعيد، هنلاقي هناك سيولة مرورية في معظم الشوارع ما عدا بعض الكثافات نتيجة يعني ساعات الذروة الصباحية، فبتبقى في كثافات معتادة في الوقت ده زي شارع جمال عبد الناصر اللي بيشهد كثافات نسبية بسيطة، هتبدأ تقل لحد ما نوصل لشارع 23 يوليو، وبعدها نروح على طريق طرح البحر اللي بيشهد هو كمان سيولة مرورية. من طرح البحر هنروح لشارع الجمهورية اللي فيه كثافات مرورية مكملة لحد آخر الشارع.